اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع بيبقى معانا ضيف، مهمتنا احنا بقى نكشف سر من اسرار الضيف. النهارده ما زلنا بنعمل الحلقات الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. طبعا احنا عارفين الشغل الاونلاين اصبح هو اللي بيواكب العصر دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا موجودين بيها. ومن اكتر الصفحات اللي انا دخلت وشفت عليها تفاعل هو صفحه شوز براندز. بصراحة لقيت فيها تفاعل كتير على الصفحة دي، ولما تواصلت مع أصحاب الصفحة دي لقيتهم ناس عاديين خالص، كل مهمتهم إن هم إرضاء المستهلك، مش همامهم أي ماديات خالص غير الجودة، جودة المنتج وإرضاء العميل. فتواصلت معاهم وقلت لازم أعمل معاهم حلقة علشان نوضح للسادة المشاهدين قد إيه الصفحة دي مهتمية في الأول وفي الآخر بالمنتج والجودة والمستهلك. طبعا قبل ما أبدأ حلقتي لازم أرحب بأستاذة آية. صباح النور. صباح الفل عليك يا أستاذة آية. صباح النور عليك وعلى ضيوفك. صباح النور عليكم. صباح النور على السادة المشاهدين. في البداية أستاذ إيهاب، عرفنا بحضرتك. أنا اسمي إيهاب مصطفى، صاحب مصنع شوز براند والأمير. أستاذ حسام. حسام جمال، صاحب صفحة شوز براند، طبعا شغل أونلاين كله. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن بس نعرف تعرفونا على الشركة أكتر شغل اكتر عنه. احنا مصنع عادي جدا، هاند ميد زي ما بيقولوا، مش ممايكن، بدائي يعني، ولكن بنحاول ان احنا ننافس المستورد، بنحاول ان احنا نطلع منتج كويس، بنحاول ان احنا نطلع فينش محترم، بحيث ان اللي بياخد المنتج بتاعنا بفضل الله ما بيلاقيش في اي عيب تصنيع غير بسيطه جدا اللي هي العاديه اللي بتطلع حتى في الممايكن يعني. والتوفيق بتاع ربنا يعني، بنحاول نعمل يعني. مبتدئين بقالكم فتره؟ احنا من انا بالنسبه لي كمصنع من ساعه ثوره يناير. جميل. من 2011. جميل قوي. استاذ حسين، مين اللي شجعك على الفكره ديت؟ الفكره جت لي، انا اصلا خريج نظم معلومات. تمام. شغال في مجال الاحذيه بقالي فتره كبيره، يمكن اونلاين بقالي 3 سنين كده. اللي شجعني على فكره الاونلاين ان انا كنت بحب المجال، بحب فكره النت وبحب الشبكات وبحب الاونلاين، فقلت مش مشكله لما نجرب ان احنا نخش في مجال الاونلاين. اكيد بتحب المجال بتحبه، هتخرج احسن. طبعا. فانت بتحب تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل. اكيد طبعا. مع الاسف. فدخلنا التفاعل اللي على صفحه ده بيبقى فضل. كميه الحب والرسائل بص حضرتك بيبقى فضل من ربنا، في ناس كويسه وفي ناس اقل، والعملاء كمان احنا بنحاول يعني، وبيبقى فضل من ربنا. زائد ان نسبه التسويق عالميا عماله بتزيد، وكمان الموضوع حديث شويه في مصر، فوصلت لدرجه مثلا 25% تسويق اونلاين و75 شوبينج. يعني حضرتكم شايفين وجهه نظركم الشغل اونلاين عليه تفاعلات كتير على مستوى العالم؟ في تفاعل يعني، العالم كله تقريبا شغال كله اونلاين دلوقتي. على مستوى بره مصر وصل 80% و20% شوبينج. يعني اصبح دلوقتي الشغل الاونلاين هو الاساس، هو الاسرع والاوسع وهو القادم وهو مستقبل اي منتج محترم يعني. سوق اوسع، بيوصل للعميل، بقدر اخش للعميل في قلب بيته. مهم المصداقيه مع العميل، دي بتبقى رقم واحد. المصداقيه مع العميل من خلال المنتج، من خلال الصوره بتتعرض، لازم أن تكون الصوره زي المنتج. ثم الصوره زي المنتج، العميل بيستلم منك المنتج بيحس ان هو مطمن، فبالتالي بيبقى في استمراريه. سوق الاونلاين سوق واسع جدا، انا من خلال صفحه شوز براند ما انا موجود جوه 27 محافظه. موجود جوه محافظات مصر كلها، موجود اعلام ممول طبعا من خلال البيج بتاعنا على الفيسبوك. تمام. بنوصل لمحافظات مصر كلها. طبعا طول ما منتج كويس، طول ما في تصميم كويس، طول ما في خامه كويسه، العميل بيقدر يتواصل معاك مره واثنين وثلاثه ويستلم منك المنتج وهو مرتاح، فبيقدر يكلمك مره ثانيه ويطلب منك منتجات ثانيه. وبتستدعي صحباتها لو الحاجة كويسة وجميلة، فبتستدعي صحباتها الصفحة دي جميلة وعندها مصداقية وعندها نسبة تسليم سريعة جدا جدا جدا. ممكن في خلال أقل من 24 ساعة بيكون عندك المنتج زي ما انت شفتيه في الصورة بالظبط، ويمكن أحسن كمان. كل المحافظات يعني، محافظة فقط؟ جميع المحافظات. لا، جميع المحافظات. جميع المحافظات. وبإذن الله قريب جدا هيكون بره مصر. بره مصر نفس الجوده اللي بيشوفوها بيوصل لهم. بل بالعكس، احنا بنحاول نحسن ونحدث في الجوده، كل ما يبقى التفاعل اكبر كل ما احنا بنحدث في منتجنا اكتر عشان برضو نجيب تفاعل اكتر واكتر.
وهو ده من ضمن اسرار النجاح يعني في المنتج وفي المصنع. طبعا اكيد واجهتكم المشكله اللي هي العميل بيطلب الطلب بعد كده يقول لك لا مش عاجبني. حسن اكيد ده طبيعي جدا، ده طبيعي في متاعب وفي حاجات لو انتبهنا لها هنقف، لا احنا ما بننتبهش للكلام ده وبنحاول نشتغل على الانجح. بس المقاسات بتعمل مشكله اكيد طبعا. لا ده شيء طبيعي، واي اي مهنه واي تصنيع بيبقى فيه عواقب، لو وقفنا عند العواقب هنقف مش هنتقدم يعني، بل بالعكس بنحاول نتخطى العواقب ونكمل يعني. واحنا كمان مع العميل بتاعنا بنحاول ان احنا يكون في مصداقيه معاه. بتعرض الصور بتاعه المنتجات بتاعتكم، كان ليا تعليق صغير. انا صراحه بشوف المنتجات بتاعتكم بستايل كويس جدا، الفينش ممتاز. انتوا اللي بتصمموا الستايلات ديت؟ يعني انا هو بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا بنخش على مواقع عالميه وبنحاول يعني نضيف حاجه نشيل حاجه، لان احنا عندنا كل حاجه مجهود ذاتي في مصر. غير بره الدوله بتخدم على مصنعيها. هنا لا ما فيش الكلام ده، اللي بينجح بينجح بذاته، ما حدش بيساعد حد. تمام. فما كنتش تشتغل على نفسك وتخش على مواقع وتحاولي تقدر تعمل حاجه، مش هتعمل، او لو عملت مش تقدر توصلي، لان هم هناك كل واحد مسؤول عن حاجه معينه بيقدر يبدع فيها. تمام. انما احنا هنا كاصحاب مصانع مسؤولين عن كل حاجه. وده صعب اللي يكمل وصعب اللي ينجح يعني. ماشي. فبتشتغل على نفسك وبتشتغل على المواقع العالميه وتخش هنا وتخش هنا، بتحاولي تنفذي بما يناسب الذوق المصري. بس كمان الاسعار يعني انا ملاحظه ان الاسعار بسيطه جدا. ما هي بسيطه. وماركات كمان تحس ان هي ماركات عالميه والاسعار بسيطه جدا. بنحاول ان احنا نوصل باقل سعر للعميل. من اسرار النجاح. عشان خاطر الاستمرار احنا بنحاول برضو ان احنا يعني ايه نبيع بسعر مناسب للعميل عشان يكون في على اللي هو يعني يقدر يشتري المنتج دوت وهو مبسوط ان هو السعر بيبقى في ناس بتشتري المنتج لما بتسمع سعره بتخاف، بس لما بتشوف المنتج بتستغرب ازاي ده رخيص جدا فعلا. لا هو بيبقى في متناول الجميع، وما تنسيش ان احنا في ازمه اقتصاديه ما كناش نراعي الظروف. ده اهم حاجه. فمش هنشتغل كلنا يعني، مش شرط احنا، لازم الناس تراعي ربنا شويه في اسعارها، وده من ضمن اسباب نجاح الصفحه يعني. هي الصراحه بسم الله ما شاء الله على تفاعل كتير. ومن ضمن الكومنتات اللي انا لاحظتها ان الكل بيشكر في المنتج وفي الخامه. وجاي حتى من ضمن الكومنتات انا متشكره جدا على الجوده والخامه والسعر المناسب. لا في خبه ضيف حاجه، احب اضيف حاجه معلش احسن. احنا بننقي المندوبين اللي بتسلم المنتج. المندوب لازم يبقى على اعلى مستوى من الاحترام ومن اللباقه. ده من ضمن اسباب نجاح المنتج، مش المنتج لوحده، لان المنظومه كلها لازم تبقى كويسه. في النهايه تديكي خدمه محترمه وخدمه كويسه. اكيد طبعا. في تيم خدمه عملاء شغال من خلال شهور الان، في تيم خدمه عملاء، في تيم مندوبين. واجهنا ازمه كبيره اللي هي كورونا طبعا، البلد كلها كانت بتمر بالازمه دي، بس قدرنا نتغلب عليها. قدرنا طبعا، كنا قدرنا طبعا نتغلب عليها. كان بيواجهنا مشاكل كتير مع العملاء من خلال عميلك كلمك تقول لك كان عايز المندوب يجي لي بكم الاحترازات الوقائيه. تمام. بتاعته الكمامه والكلابز والمعقمات والحاجات اللي زي كده. فاحنا كنا واجهنا مشكله مع ده في الاول، بس طبعا كانت حاجات كلها بسيطه وكنا قدرنا نحلها يعني. ومعانا تيم مناديب قوي جدا يعني الحمد لله. ما حطيناش التكلفه دي على المنتج برضه. لا 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 ما فيش تكلفه. تحملناها احنا برضه. احنا حاولنا ان احنا يعني بفضل الله كانت من ضمن اسباب ان احنا قدرنا نتخطى يعني. الازمه ديت كانت فعلا كانت ازمه طبعا. الناس أكيد كلها أكيد. قعدت والمحلات كلها قفلت وما كانش فيه أكيد. اصلا اكيد بتاع كل بالنسبه لنا كان الشغل عالي جدا والتفاعل زاد جدا والحمد لله يعني، هو فضل من ربنا في الاول في الاخر يعني. الحمد لله. الحمد لله. التواصل بيكون على حضرتك يعني ازاي لحضرتك؟ التواصل من خلال مصاريف الشحن. معلش قبل برضو التواصل، مصاريف الشحن بيكون على العميل؟ مصاريف الشحن تبقى على العميل. طب لو ما عجبوش المنتج برضو بيدفع مصاريف الشحن؟ تمام، لان مصاريف الشحن دي هي خدمه بياخدها المندوب. تمام. احنا ما بنستفدش فيها. دي مصاريف الشحن، العميل طلب اوردر فبيتم التوصيل من خلال شركه شحن او من خلال مناديب تبعنا، فبالتالي دي بتبقى مصاريف المندوب نفسه، مش مصاريف الصفحه نفسها.
هو عجبه لل انا بالنسبه لي كخامه كالمنتج بالنسبه لي انا ده قليل جدا ما بيحصل على فكره. هو يعني ما بيرجعش منتجات ما بيواجهش المشكله دي كتير يعني. الحمد لله. فبس هو بيستلم المنتج بينبهر بيه و الحمد لله المنتج دايما بيبقى الحمد لله عجب العميل وده سبب استمراريتنا يعني الحمد لله. الناس تتواصل ازاي مع حضرتك؟ في ارقام في ارقام من وفي وفي بيج اللي هو شوز براند ده اللي ممكن خلال الفيسبوك ممكن يتواصلوا معانا بيه وفي على انستجرام برضو في شوز براند برضو على انستجرام من خلال الارقام ومن خلال البيج باذن الله. حضراتكم بتردوا على الصفحه بنفسكم ولا في ناس في تيم خدمه عملاء بيرد على الصفحه؟ في تيم خدمه عملاء شغال طول الليل والنهار شغالين للرد على العملاء في رد تلقائي كمان على الصفحه في عميل ممكن يبعت بيلاقي رد تلقائي على الصفحه. لا بيبقى في فعلا رد تلقائي على طول مش بيقول لك بضع ساعات لا ده على طول بضع دقائق. لا في رد تلقائي احنا بنحاول نطور في المنظومه نفسها. ساعات الضغط بيبقى كبير جدا يعني. فاحنا بنحاول نطور فعملنا حاجه اسمها رد تلقائي. العميل بيخش يبعت بيعجبه منتج بيخش يستفتر على سعره فبيلاقي رد تلقائي من الصفحه منتج ايه يا فندم بيختار المنتج بتاعه بيلاقي سعر المنتج وبيانات المنتج كلها تحت صوره المنتج. فدي حاجه احنا بنحاول نطور فيها كل وقت عن اللي قبله بنواكب العصر بنواكب التطور التسويق الالكتروني فباذن الله دي حاجه جديده برضو احنا لسه عاملينها يعني ان شاء الله تعجب العميل باذن الله يعني. استاذ ايهاب لما دخلت على الصفحه برضو لقيت كلها شوزات ايه الجديد اللي حضرتك ممكن هتقدمه الفتره الجايه؟ احنا شغالين على ان شاء الله على السيزون الشتوي وفي حاجات بسيطه من كماله السيزون الصيفي لان الصيف مطول شويه معانا لما تخلص هنعرضها عند حضرتكم برضو حاجات ممتازه جدا خامات ممتازه جدا وفي نفس الوقت سعر متناول للجميع مش الارقام اللي احنا بنشوفها انا ساعات بشوف شوزات ارقام كبيره انا بحزن يعني لا هتلاقي حاجات في متناول للجميع اسعار رمزيه على فكره رمزيه جدا ولكن المنتج بفضل الله ذات جوده عاليه لا يقل جوده عن البراندات والحاجات اللي اسعارها اوفر دي في برضو يعني حاجات من الشكاوي اللي جات لنا ان ساعات بتشوفي الحاجه كويسه جدا على الصفحه الاستاذه ايه ده فعلا كويسه جدا أكيد. ولما بتوصل بنسبه 60% ما بتبقاش هي خالص بنسبه 60% وعلى فكره الناس دي ما بتكملش انا طلب انا بطلب حاجات الاقي حاجات تانية خالص اقول له ده فعلا ما انا عايز اللي في الصوره يقول لي ما هو ده اقول له لا دي مشكله كبيره بتقابلنا فعلا هي احنا ساعات ببقى قاعد على الصفحه اوقات كتير مع التيم اللي عندي فبلاقي مشاكل يا ترى هو نفس الصوره يا ترى اصل انا اشتريت قبل كده اونلاين بيبقى احسن والله اشتريت اونلاين قبل كده وما بيطلعش نفس الجوده ونفس الصوره ما هو ده اللي بيدي استمراريه لا انت من حقك كعميله لو الحاجه ما عجبتكيش من حقك ما تدفعيش مصاريف الشحن لان مش اللي في الصوره انا عامل نظام كده احنا عاملين نظام على الصفحه عندنا عاملين نظام اللي هو انت بتستلم الاوردر بتعين المنتج وبتفتح المنتج وبتشوف المنتج وتقيس المنتج بحيث ان انت تبقي بتستلم المنتج وانت مطمنه للمنتج في صفحات كتير بترفض ده في على فكره احنا جالنا برضو في المصنع عملاء من خلال الصفحه احنا بنصدر فلسطين وبنصدر الاردن حلو جدا الناس دي جت لنا من خلال الاونلاين لولا الاونلاين ما كانش الناس دي جت وفي تطور في ناس بتجي لنا وبتتصل بينا وبتاخد العنوان وبتاخد ارقام التليفونات وفي خلال نزولها مصر بتعدي علينا على الاقل لو مش عمل اوردرات بياخد فكره وبيرجع لنا تاني هي دي بقى المصداقيه اللي احنا بنتكلم عنها انا كنت لسه بقول المستهلك كنت لسه بقول للاستاذه ايه من شويه فقلت لها احنا حاليا شغالين على محافظات مصر كلها وقريب جدا هنكون متواجدين في الخليج وهنكون متواجدين بره مصر من خلال برضو الاونلاين برضو يعني هي مش محافظه واحده فقط لا غير كل المحافظات شغالين على مستوى 28 محافظه طب ايه الراحه شرفت والله اللي انتوا بسم الله ما شاء الله تشرفونا كمان بره اكيد الحمد لله ليه انتوا حضرتكم الدوله في الشغل لانه تعب قوي تظبط بس تفتح شغل اونلاين اكيد تعب بالمهن اللي هي امن قومي ان المهن انا في اعتقادي اي حاجه بيستخدمها ال 100 مليون دي امن قومي اكيد فلازم الدوله تهتم بده وتساعد على ده وتنشا مصانع لده لان احنا بمصانعنا بورشنا مش هنقدر نغطي انتاج ربع الشعب لا طبعا متخيله الرقم فالثلاث ارباع بيجي من بره فلو الدوله تبنت المهن مش شرط الاحذيه زي الغزل والنسيج والملابس انا شايفها شغاله كويس في الموضوع ده يا
يا ريت تهتم بالاحذيه على الاقل هنشتغل ونشغل العماله. لان احنا ساعات ما بنلاقيش الماتيريالز اللي تساعدنا ان احنا نطلع. احنا بنتعب جدا 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 في اختيار الماتيريالز اللي نشتغل بيها. ان احنا يعني عايز اقول لك احنا بنحاول نقدم منتج بخامه كويسه جدا بتصميم كويس جدا بحيث ان احنا ننافس بيه الماركات العالميه، ندخل بيه السوق العالمي بحيث ان احنا نكون عندنا منتج محترم نقدر نقدمه للعالم. بس ما بنلاقيش يعني بنحاول كتير ان احنا بنحاول مش لاقيين الدعم الكافي يعني. واكيد يعني لو مش لاقيين حد يشتغل كويس مش هتطلعوا دي حاجه ثانيه. انا بشكر العمال اللي عندي والفنيين بصراحه عليهم ضغط جامد من حيث الجوده والفينش، وانا بشكرهم جدا ان هم اصلا سبب النجاح. هما هي منظومه متكامله الجيش بتاع حضرتك. هم اصلا منظومه متكامله سواء كان في المصنع او في الشركه نفسها. طبعا دي منظومه كامله. هم اللي بيتعبوا وهم اللي بصراحه بيتعبوا بحيث ان هم يطلعوا منتج محترم، ما يطلعش منتج رديء. وبشكرهم جدا. بشكرهم من خلال حضرتك حقيقي. واجهنا مشاكل كتير الفتره الاخيره يعني انا بصراحه بشكر حضرتك ان انت حضرتك صاحب المصنع او الشركه واستاذ حسام، وبتتشكروا الناس اللي شغاله معاك. ما ده سبب النجاح. احنا من غيرهم يعني من غيرهم مش حاجه. احنا اكيد هي منظومه كامله. احنا بنتكلم ببقنا، فالكلام سهل. هم بيعملوا بايديهم دي حقيقه. وده اللي صعب. المندوبين كانوا بيواجهوا مشاكل كبيره قوي في اوقات كورونا. كانوا بينزلوا السوق وفي الشارع طول النهار. طبعا دي كانت مشكله. معرضين لاي ضرر طبعا. فطبعا بنشكرهم يعني. واحنا كمان بنشكرهم مع حضرتك. كتيم ربنا يبارك لهم بجد. كتيم تيم ورك كامل في المصنع او في الشركه نفسها. فده بنشكرهم طبعا على المجهود اللي عملوه معانا اخر فتره يعني. ان شاء الله باذن الله. في حاجه انا عايزه تقدم لي دلوقتي نصيحه حضراتكم. انا دلوقتي جالي منتج تمام كده. ايه النصيحه اللي بتقدمها للعميل لو جاله اي منتج سواء من عند حضرتك او من اي شركه ثانيه؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه. عميل الاونلاين جرب براندات وجرب كل حاجه. عميل الاونلاين بالذات عميل يعني كلاس شويه. فهو يقدر بعينه يميز اذا كان المنتج ده كويس او مش كويس. فهو من خلال نظرته للمنتج ممكن يبقى هو كويس بس ما يعجبوش، من حقه يرجعه ويدفع مصاريف شحنه. لو لقى المنتج مش اللي في الصوره خالص من حقه يرجعه، ومن حقه ما يدفعش مصاريف الشحن بتاعته ويبقى حقه، ومن حقه يقضي الصفحه كمان لو عايز. بس هي النصيحه يا استاذ زهاب هنا ان احنا بننصح العملاء لما بيجي لها اي اوردر من اي مكان انها تفتح المنتج وتعاين المنتج. أكيد. وتشوف المنتج. دي النصيحه اللي احنا بننصحها لاي عميل. واي بيج يرفض الكلام دوت يا ريت لا ما استلمش. في هنا من خلال الصفحه هم مدين للعميل مهله استرجاع وتبديل. مهله استرجاع وتبديل. بس في طبعا عميل متعب اللي هو تجيب له نفس الحاجه يقول لك لا برضه. ما اكيد يعني ده موجود. ده موجود في كل مكان في اي يعني. شغلانه طبعا بتلاقي العميل المتعب ده بس بنسب بسيطه جدا. بس قليل طبعا. بنسب بسيطه جدا. معانا مداخله تليفونيه. استاذه ريهام من القاهره. الو الو الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورتي برنامج اسرار الحياه. ميرسي. شكرا. معاكي استاذ حسام واستاذ ايهاب. ماشي. ايه فندم عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا ريهام عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ ايه رايك في منتجات شوز براند؟ مستمع. ايه رايك في منتجات شوز براند؟ جميله جدا طبعا. ربنا يوفقه يا رب ويقويه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. جربتيها؟ اكيد طبعا. جربت المنتجات ديت؟ طبعا. طيب الحمد لله. ما شاء الله جميله. الحمد لله. هم ناس بيراعوا ربنا بجد. ومن اكتر الصفحات اللي انا حابه بجد اللي انا يعني اعمل لها شو كويس جدا. ايوه فعلا. هو اصلا كويس جدا والمكتب بتاعه جميل. ان شاء الله يفتح مصنع كبير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كل التوفيق لاصحاب شركه شوز براند. شاكره جدا يا استاذه. كنا بنتكلم عن النصايح استاذ حسين. تمام. هو النصيحه اللي احنا قلنا عليها ان هي اي منتج يوصل لاي عميل لازم نشوفه الاول. ما ينفعش يستلم المنتج من غير ما يشوفه. تمام. لو استلمه بقى من غير ما يشوفه ولقى فيه ديفو او فيه الكلام ده كله، طبعا بيكون لو بيج محترم ممكن بيرجع له المنتج. لو بيج مش قد كده ممكن ما يرجعش المنتج او ممكن ما يردش عليه تاني اصلا يعني. هو فعلا في كده. في كده طبعا. في كده. طبعا في كده. في بيجات بس ده حقه. تبقى معلش انا جبت لك نفس المنتج وانت عاوز ترجعه برضه فعلا. ما هو لو نفس المنتج طبعا يبقى ليه حق. لكن لو منتج مختلف بيبقى طبعا مشكله
ان انت جيلك. انا ساعات بطلب حاجات اونلاين، انا اي حد بيشتغل في اونلاين لازم بيطلب اونلاين، هو بيحب الموضوع فلازم يطلب اونلاين. ساعات بيجي لي حاجات مش نفس الصوره يعني، فانا خلاص بحاول اتواصل، بحاول ان انا ارجع، ما لو ما عرفتش خلاص بقى غلطتي انا، انا اللي ما شفتش المنتج، انا اللي ما رجعتش المنتج. احنا عندنا المنتج بيعدي على 5 مراحل فرز ما شاء الله، ماشي، وانا المرحله الاخيره لازم اشوفه قبل ما يتحط في البوكس بتاعه. انتوا صراحه صفحه بسم الله ما شاء الله عليكم، جميله جميله، وانتوا بجد ناس تشرف. هو ده انا هقول لحضرتك على حاجه، هو ده ناتج احنا من 3 سنين كان الموضوع مش بالرؤيه دي، ولكن كان عندنا رؤيه، كان عندنا رؤيه، احنا مسوق الاونلاين ممكن يجي ياخد مني اوردر واحد وانا اشجعه واقول له اتفضل وروح وانا في ظهرك واشتغل. انا كان ليا نظره ان احنا نوصل لكده، وعلى فكره واقوى من كده، والاونلاين بحر واسع جدا بس محتاج شغل اكبر يعني. في نهايه الحلقه بتاعتنا انا عايزاكم تقولوا ايه للساده المشاهدين، تنصحوهم بايه، برضو يتواصلوا معاكم ازاي، الحاجات دي كلها. بص يا فندم، الساده المشاهدين، هو كده كده مجال الاونلاين مجال جميل جدا وكبير جدا. ننصح الساده المشاهدين انك انت بتشتري منتج، بص عليه الاول، عينه الاول، ما تستلمش المنتج وخلاص. بنوعد الساده المشاهدين برضو ان احنا هنكون موجودين معاهم من خلال منافس بيع الفتره اللي جايه على مستوى المحافظات، في القاهره وفي الجيزه وفي بره في اسكندريه وفي الغربيه، هنكون موجود في اكتر من محافظه الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. تمام، وهنكون موجودين من خلال منافس بيع تانية برضو خارج مصر باذن الله. استاذ ايهاب بتقول ايه؟ انا انصح العميل ان هو زي ما قال حسام في السابق، ان ما ينفعش العميل ياخد في المنتج متغلف بس، لا لازم يفتحه ويبص فيه ويفتش فيه كويس، عشان برضو ثقه الاونلاين تتزايد، لان سوق الاونلاين النهارده هو في مصر بنسبه 25%، فمقرر ليه في خلال 5 سنين هيوصل ل 80 و85%، فما كانش في مصداقيه النسب دي مش هتكتر ان شاء الله، النسب دي هتقل، والناس مش هيبقى عندها مصداقيه في الاونلاين. هي الناس ليه بتجري على البراندات؟ عشان عندها مصداقيه اكتر يعني. طبعا في نهايه الحلقه بتاعتي بشكركم، واتمنى ان شاء الله حلقات كتيره. شرف لينا. لان صراحه انتوا تستحقوا حلقه واثنين وثلاثه و10 بالمصداقيه بتاعتكم دي. تحب تضيف حاجه يا استاذه ايه؟ اكيد طبعا، احب اشكر ضيوفنا اللي نورونا النهارده، واحب اقول لاوائل الثانويه العامه الف مبروك، ويا رب من نجاح لنجاح، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.